خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي لصعيد مصر، وتحديدا من داخل قرى حياة كريمة اللي انطلقت يعني في كام قرية من قرى حياة كريمة، جولات جديدة لمسرح المواجهة والتجوال، واللي قدمت يعني عدد كده من العروض المسرحية في قنا والأقصر وأسوان بهدف تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالعروض المسرحية دي لكل شبر في أرض بلدنا الغالية. خلونا نعرف أكتر تفاصيل يعني عن هذه الجولات الجديدة اللي بتتم من الأستاذ محمد الشرقاوي المشرف على مشروع مسرح التجوال والمواجهة. صباح الخير على حضرتك. عايز أعرف يعني إيه مسرح التجوال والمواجهة؟ يعني أنتوا بتروحوا مثلا أصول الثقافة بتوصلوا للناس إزاي؟ ولا هو مسرح من اسمه تجوال يعني بتروحوا وسط القرى بتتواصلوا مع الناس إزاي؟ صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على الأستاذ مصطفى. يعني مسرح المواجهة والتجوال هو الاسم قايم على فلسفة المسرح، تابع للبيت الفني للمسرح، مسرح الاحترافي قايم على فلسفة هنا والآن. احنا عندنا محورين بنشتغل عليهم، المحور الأولاني هو تحقيق العدالة الثقافية، المحور الثاني هو مواجهة كل الأفكار الأصولية والراديكالية اللي بينجم عنها خطر على المجتمع ومناقشة الأزمات الآنية في مكانها. حضرتك طبعا عارفة ان التغطية الثقافية قبل كده كانت بتقتصر على المدن الكبرى او منطقة وسط البلد في الشأن الاحترافي. فمن 2018 بدأنا مشروع مسرح المواجهة والتجوال، غطينا لغاية دلوقتي في مرحلة حياة كريمة. هذا المشروع المهم والقومي ومشروع القرن فعلا، حوالي 1200 قرية. المرحلة الثالثة اللي احنا موجودين فيها حاليا بنتكلم عن 250 قرية على مستوى 18 محافظة بسبع عروض مسرحية انطلقت من 17 سبتمبر اللي فات بشكل جديد وبرؤية جديدة مع تولي الأستاذ الدكتورة نيفين كيلاني وزارة الثقافة، وتولي الأستاذ المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح. المشروع قايم على فكرة الجزر المنعزلة اللي كانت الحكومة بتعاني منها، وطبقا لتوجيهات الرئيس مع قانون الخدمة المدنية الجديد اللي ظهر في 2016 فكرة التكامل والتعاون. فاحنا عندنا كان في مشكلة ان ازاي المنتج ده يروح، فبدأنا نتعاون مع وزارة الشباب والرياضة عن طريق إدارة البرامج الثقافية، وكل الشكر والتحية والتقدير للدكتور أشرف زكي، للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الأخ والزميل المخرج هشام عطوة مع توليه الهيئة العامة لأصول الثقافة، وزارة التنمية المحلية. هدفنا إن احنا نروح للناس نبدأ نخلق الدروع الثقافية. فين بقى؟ يعني قول لي إنكم رحتوا لنجعة أو قرية أو حتة بره الصندوق اللي احنا بنروحه. احنا دايما بنروح المدينه، بنروح عاصمه المحافظه. احنا ما رحنا، ما فيش، قول لي قريه احنا ما رحناهاش. كل قرى مصر احنا بنتكلم، مثلا اخر جوله اللي هي فيها عرض 101 عزل، ده اللي بيتكلم عن تضحيات الاطباء في مواجهه ازمه كورونا وتكاتف الدوله في الازمه دي. رحنا هنا، رحنا فيها خمس قرى، القرى اللي هي بتبقى محاطه في الجبال، القرى المنعزله خالص اللي فيها حياه كريمه. مشروع حياه كريمه ده مشروع مهم. وانا عشان خاطر لفينا ورحنا وشفنا، وبيبقى فيه، انت بتدخل القريه، من اول ما تدخل القريه بتلاقي مشروع صرف صحي، بتلاقي وحده تكنولوجيه على اعلى مستوى، بتلاقي بريد، بتلاقي مدارس جديده، بتلاقي وحده صحيه. وانا ابن الريف المصري وعارف يعني ايه ان ما كانش فيها وحده صحيه. لما كنت تعي زمان كنت بتركب مواصله 7 كيلو ولا 8 كيلو ولا 10 كيلو عشان تروح البندر، ومش هتلاقيها كمان. فيعني المشروع ده برضه بيخليني ان انا اشوف الطرق الجديده اللي بتتعمل في مصر والبنيه التحتيه اللي موجوده هنا. في مبدا مهم جدا جدا جدا، والمبدا ده بترسخه الدوله المصريه، الاولى والاحق بالدعم. زمان ما كانش بيحصل ده، دلوقتي بيحصل ده، ده الاولى. طيب والاحق عظيم، دي نقطة مهمة جدا يا أستاذ محمد. أنتوا من خلال العروض بتاعتكم هل بتحاولوا توصلوا الرسائل دي للأطفال اللي بيشوفوكوا؟ لأنه أسهل طريقة
واقرب طريقه للقلوب هو الفن، انه توصلوا لهم ان انتوا بقيتوا متشافين، بقيتوا مسموعين، بقى في ناس بتهتم بيكوا، حياتكوا بقت مهمه، احنا جايين علشان نشوف نعرف انتوا نفسكوا في ايه، عايزين تعيشوا ازاي، باي طريقه، الدوله بتسمعكوا. هل بتحاولوا توصلوا لهم الرسائل دي بطريقه اسهل ليهم؟ طبعا يا فندم، احنا عندنا مثلا، انا هقول لحضرتك از اكزامبل، مثال، انت بتروحي بالليله الكبيره البراند بتاع مسرح القاهره للعرايس، بتروحي بيها الاطفال القرى والنجوع، بيشوفوا العروسه. انا عايز حضرتك ان انا يعني اقول لحضرتك الاطفال دي ما بتنامش. الحاجه الجميله ان بعد ما احنا بنمشي بيبداوا يعملوا الحاجات دي في المدارس وفي مراكز الشباب ويقلدوا. بتروحي بعروض للكبار، بتناقشي كل ما يخص المواطن المصري من اول ما بيصحى من النوم، بتعرفيه يعني ايه تغيير اقتصادي، يعني ايه دعم، يعني ايه تكافل وكرامه، يعني ايه الخطر المحيط الاقليمي اللي موجود اللي بتعاني منه الدوله المصريه. بتفهميه كل ده عن طريق، ومش بشكل مباشر ولا بشكل فيه فرض ولا بشكل فيه اجبار، ما بين المتعه وما بين التسليه وما بين الرساله البسيطه اللي تقدر ان هي توعيه وتفهمه. طب احنا 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 عانينا كتير قوي من ان القرى المصريه يا استاذ محمد كانت منبر لتوليد افكار متطرفه وكانت بعيده عن النور. احنا نقدر يعني نطمن ان التنوير هيصل للقرى دي، وان الافكار الهدامه اللي احنا كنا بنعاني منها هنقدر نواجهها؟ انتوا سميتوها كده عشان كده مسرح المواجهه، يعني مواجهه، وطبعا مواجهه الافكار، وده المواجهه دي من 2016 دايما الحكومه المصريه والدوله المصريه كانت دل على لسانها فكره المواجهه. اقول لحضرتك على حاجه، احنا بنشتغل بشكل منهجي جدا ومنطقي. يعني هقول لحضرتك، عرضنا في المحموديه جنب بيت حسن البنا، عرضنا في قريه الكحك اللي زهق في الفيوم اللي ظهر فيها تيار الشوقيين، عرضنا في اسيوط في قريه عاصم عبد الماجد اللي ظهر فيها. هو ده بقى، هو ده بقى، هو ده يا فندم، بشكل مدروس وبشكل علمي. بنلعب الحكايه بحب. بص هقول لحضرتك على حاجه، انا ابني عنده 9 سنين، ربنا يخليه لك، وعلى طول بقوله في كل حته، احنا عايزين نسيب له البلد دي يتعلم احسن ما احنا اتعلمنا، يتربى احسن ما احنا اتربينا، يتعالج احسن ما احنا اتعالجنا. مبدا التضحيه، لو كل واحد قال انا ايه اللي خدته دلوقتي، لا ما تدورش على ده، دور ان بكره ابنك يتعلم كويس، يتعالج كويس، يشوف حياه كويسه طبعا، مصر تليق بيه ويليق بيها. اي دوله او اي قوه عظمى عايزه تعمل طريق لازم تفكر في بكره، تفكر في بكره، تفكر ان هي تعمل احتياطي نقدي مهم جدا للدوله، ما تصرفوش على اكل وشرب وتدعم بيه جنيه، تدور على حاجات كتيره. احنا بنلعب الفن بنساند بيه الدولة، والدولة مفهومها كبير يا فندم، مش نظام حكم. طبعا. الدولة طبعا مفهومها كبير، و دعوة لكل المواطنين في القرى، وبنتعاون طبعا المجتمع المدني دوره كبير معانا ان هو بيجيب لنا الطبقات الاكثر احتياجا عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي اللي بنشوف كشوفات بتاعة التضامن بتاعة تكافل وكرامة. بنشتغل على برنامج 2 كفاية، الأزمة الكبيرة اللي الدولة المصرية بتعاني منها. صحيح. كثر الخلفة، كثر الخلفة اللي بتاكل أي معدل نمو. احنا بنزيد بمعدل 2.5 مليون طفل كل سنة، عايزين نتعالجوا، عايزين مدارس. التحديات كبيرة مش هتبقى ما بين يوم وليلة. اللي فاكر ان في عصا سحرية تترمي على الارض هتتغير الحياه، لا، ده مشوار كبير 20-30 احنا شغالين عليها. دعوه للاعلام ان هو ينور على الحاجات دي، انزلوا بكاميراتكم، ومش بتكلم على الاعلام الحكومي، الاعلام الخاص، شوفوا الطرق، شوفوا الناس، اسمعوا منهم، لان في حاجه مضيئه للاهالي الريف المستحقين للدعم. صحيح. نشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ محمد الشرقاوي المشرف على مشروع مسرح التجوال والمواجهة.